اهلا بيكم. النهارده ظهر فيديو لكائنين انا مش عارف هي قصه حب تقطيع شرايين، لا تقول لي قيس وليلى ولا روميو وجولييت. وانصح اي حد سنجل ما يتفرجش على الحلقه دي لان هو هيقطع شرايينه بعد الحلقه دي. الحمد لله ان احنا سنجل لو هو ده الحب او بالطريقه دي. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. يا جدعان دلوقتي انا ودينا مراجيح مش هنسيب بعض، احنا رجعنا لبعض تاني. انتوا عينيكوا بس كانت حزدانه مش اكتر، قول لهم كلمه يا دينا. والله يا جو مش هسيبك تاني ابدا. احلى مسا على جو ويوسف بجد واحد بس. العشق يا جدعان، العشق من غير ما اتكلم. جود لك. طيب هو انا كنت ممكن اقلب الفيديو ده لحلقه كوميدي جدا وافضل اتريق واسف عليهم واسخر منهم، لكن انا مش هتريق عليهم ولا هسخر منهم، ولكن انا عايز اقول كلمتين مهمين جدا. هو طبعا قال ان هي شهد او مش عارف دنيا مراجيح، طبعا ديت بتريقه على فيلم احمد عز بتاع شهد مراجيح ودي ست مش كويسه، فهو اساء اليها ان هي حد مش كويس. ده انت عارفني انا ما اتمرجحش قبل الجواز ابدا. شوف الناس ولاد الكلب لو مسمينك شهد مراجيح. وهو طبعا كون ان هو يسيء لبنت بالطريقه ديت فهو كمان حد مش كويس من غير اي تصنيف. واحده يطلع يقول دلوقتي شمامين باين عليهم، انا ماليش دعوه، هو انسان قدامي ايا كان مستوى ثقافته او مستوى لبسه او تعليمه، ده بتاعته هو، بس هو في الاول والاخر انسان. الفكره في حاجه تانية خالص، الفكره ان مستوى الثقافه المتدني دوت هو اللي بيتشهر. يعني كايا وساره لما طلع مصطفى اللي هو كايا قال لك الناس عايزه الفنكوش، الناس عايزه مش عايزه تسمع الحقيقه. قلت تمام، انتوا عايزين الفنكوش؟ شفت فيلم فنكوش بالظبط، انا بقى اوريكم الفنكوش. هعمل بقى سلسله فيديوهات، هقفل صفحتي زي استاذ علي امام بالظبط لما قال لاحمد هي الناس ايه عايزه ايه علي؟ عايزه الفنكوش، اديهم الفنكوش. يطلع فندوم، يطلع كايا زي ما يطلع. فبالظبط بقى الناس بتحب الحاجات دي، الفضايح، الحاجات الفيك. مجد شطه لما طلع حمو بيكا، رساله لاي كلب من اللي شغالين عند حمو بيكا حزان. الكلب اللي كان بيتكلم ويقول لك يا شوف نفسك الاول وشوف النجم اللي معاك. احنا بنحب الحاجات ديت، وطبعا ده دليل على افساد الذوق العام، افساد لثقافتنا وفكرنا. ده لا يدل على ان احنا ليس لدينا ذوق نهائي. يا جماعه توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي عماله تفتي وتقول مصطفى خد التورته وقلب، مصطفى خد التورته وقلب، انا ما قلبتش. ده مبدئيا الناس دي هي اللي مشهوره فعلا، انت اللي بتعمل شير لمنظر زي ده بتخلي الناس دي مشهوره. وخلي بالك هو شخصيا عامل الفيديو ده عشان عارف ان انت شخصيا هتعمل له شير وهتعمل له لايك وهتتكلم عليه وهيتشهر، لان ده اقصر طريق للشهره. ماشيين بمبدا بيقول خالف تعرف، فهو بيعمل فيديو مختلف تماما في حاجه غريبه جدا علشان خاطر انت تلفت انتباهك وتعمل لها شير. لكن هو عارف ومتاكد ان هو لو طلع عمل فيديو محترم وفيه محتوى انت شخصيا اللي هتعمل لايك ولا هتعمل شير. انا واحد من الناس كنت في الاول مقتنع ان انا اقدم محتوى هادف علشان خاطر الناس تتفرج عليه واقدر افيد الناس. عملت حلقات كتير جدا لمده 4 سنين، كل حلقه يعني اكبر حلقه فيهم كانت بتعمل ايه، بتعمل من 10,000 مشاهده ل 9,000 مشاهده. ده كان اخر حاجه خالص لحد ما جه الفيديو بتاع البنت اللبنانيه بتاع خليكي مكانك احنا جايين. فجاه لقيت نفسي ترند. احنا بنجري ورا الحاجه التافهه، بنجري ورا الحاجات اللي فعلا بجد اللي فيها مستوى متدني من الفكر والثقافه. احنا نسبه اميه 75%، مش ممكن بجد. يعني مستوى ثقافي مفيش، النظام التعليم في مصر خرج من التصنيف العالمي، شهاداتنا غير معترف بيها دوليا. فاحنا جماعه بنضيع، احنا مستوى المزيكا اللي بنسمعه هابط جدا. اعلى مشاهدات المزيكا هي حمو بيكا وشاكوش والناس ديت. اصحى يا امك صاحبي، خدتك كمان كانت فرديت، اختك بترقص على مطويتي احسن من اي سرساك. مع احترامي للناس دي طبعا، ولكن يا جماعه مش ده الطرب، مش دي ام كلثوم، مش دي بلد ام كلثوم. هتقولي كل وقت وليه زمن وليه اذان وكل الكلام ده جميل، بس ده مش فن، ده هبد رزع، ده تعبيط حلل. يا جماعه لا، يا جماعه لا. حتى الافلام اللي بنتفرج عليها افلام كلها بلطجه، وبنحب شخصيه البلطجي طالع من العشوائيات وهو ده الهدف بالنسبه لنا، وهو ده الهيرو، وهو ده اللي نحبه دايما. اي حد متسول دلوقتي او اي حد بيقدم محتوى هابط هو دايما اكتر حد عنده فولورز، اكتر حد الناس بتتابعه، اكتر حد بيعملوا لايكات. يا جماعه انا عايز افهمك حاجه صغيره جدا، اي محتوى واحد بيقدمه بيتارجت نفس الناس اللي شبهه. انا لو بقدم محتوى شتيمه وقله ادب وانت عامل لي فولو يبقى انت عاجبك اللي انا بقدمه.
ده طبيعي، حتى تلاقي الكومنتات كلها شتيمة، هتلاقي واحد زي الدحيح بيقدم محتوى علمي، هتلاقي كل اللي عنده ناس مثقفين جدا ومستوى معين، فما تعملش لا فولو ولا لايك لحاجة زي كده، علشان اللي هي لو دلت على شيء تدل ان انت شبه المحتوى ده، المحتوى ده شبهك، المحتوى ده يمثلك، ان هو يكون على صفحتك فهو محتوى يمثلك، فاختار اختار الفيديو اللي تعمل عليه لايك، الفيديو اللي تعمل له شير، الحاجة اللي تشجعها ان هي تنتشر. طبيعي جدا انا كواحد بقدم حاجة هابطة جدا وانت بتعمل لها لايك وشير وبتعجبك، ما انا هفضل اكمل، انا مش هقف، لكن انت لو بتعمليش لايك ولا شير ولا بتسمعني اكيد هبطل. فاحنا ممكن نواجه الظاهرة الفظيعة جدا في المجتمع دي بان احنا نتجاهلها، نشوف ده نقول ربنا يهديهم، ده حاجة ما ينفعش تنتشر، ده فيروس كده انت بتساعد على انتشاره، وبتساعد على انتشار اللي هو افساد الذوق العام وثقافتنا قدام المجتمع ان احنا بنقدم ده هو ده اللي عندنا. يا جماعة توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير.